نشأت رامي لأخوه الحاج إيهاب الكبير. دي كان بيجي معانا كان بيجي الجيم يعني أنا دفعة أخوه الكبير، فكان بيجي الجيم معاه شايل معلش الشنطة بتاع الجيم، فكان محب للعب جميل الأجسام بطريقة رهيبة. كان في نظر رامي الحاج إيهاب ده اللي هو الأسطورة، هو أقوى واحد في التاريخ البشرية. لا أنا كان في دماغي اللي هو ممكن يوصل بطولة جمهورية، لكن اعتراف ويوصل لأبطال العالم معترفين كانت صعب، كانت بعيدة عن نظري تماما. وأنا في مصر وياه قلت له والله يا حاج رامي إن شاء الله يقدني، الله يوسع عليك ويسترها عليك ويعوض عليك إن شاء الله. عمر ما راح منه حاجة إلا أقول له كده خير، كده خير يا ابني. راحت من البطولة التانية قلت له خير يا حبيب، خير يا حبيب. يحدثني يعني على حاجة تسر بيني وبين، أقول له ده خير، اسحك ربنا مش هيجيب لك شر، وربنا يمنع عوضك إن شاء الله. والله هو رامي الزوج هو بطل، هو رامي ما بيختلفش على أي حد سواء جوه أو بره، هو نفس التعامل. هو ممكن يشد علينا احنا في البيت، بس بره استحالة طبعا، استحالة رامي مع تعامله مع الناس بره قمة الاحترام وقمة الشياكة وقمة الأدب. طبعا في البيت نفس الموضوع، مع أولاده برضو نفس الموضوع. حياتنا كلها بتبقى عبارة عن أيام التجهيز، شغل وبيت وتمرين ووجبات والروتين بتاع التجهيز بتاع البطولة. أما في باقي الأيام لا، رامي قاعد في البيت في وسطنا في وسط أولاده، نروح مكان نيجي هنا للبيت الجماعة ده بما كنا في الكويت، ولكن خلاص احنا مستقرين في مصر، البيت مفتوح للجميع. يعني اقدر اقول لك ان الكابتن رامي ده من الناس اللي هي العالم كله بيحبه، مش بس احنا بس هنا على المستوى الشخصي، لا اهله وجيرانه وعيلته وكل مركز البرولس وكفر الشيخ عامه بيحب الكابتن رامي. وباختصار الكابتن رامي ربنا يبارك فيه ويديله الصحه، وساعه ما جانا احنا الخبر بالنجاح بتاعه ما اقدرش اقول لك ايه الفرحه اللي احنا كنا حاسين بيها والسعاده اللي كانت عندنا، وكل شيء كل شيء كويس. ربنا يبارك فيه ويكمل ان شاء الله على خير، وباذن الله مستر اولمبيا ان شاء الله عندنا ان شاء الله لحد ما يبطل كابتن رامي باذن الله. قلبا وقالبا ما كناش نملك الا الدعاء. رامي مش بادئ البطوله في 2020، رامي بادئ البطوله من 2012 من كارت الاحتراف. البطوله دي واللقب ده متوج به من 2012 من كارت الاحتراف. يعني انسان سوي ما عندوش مثلا بغض لحد، ما بيكرهش حد. رامي مولود واللعبه في دمه، تمام. كان عايش ل 24 ساعه من أجل لعبة كمال أجسام. يعني حتى هو اشتغل معنا هنا سنتين مش عشان مادة ولا عشان حاجة أبدا، هو حبا في المكان. يعني كان نفسه مثلا 24 ساعة قاعد في المكان، كان يوم يصحى من اليوم من أول يومه وهو عايش عشان خاطر كمال أجسام.